اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا جدا، ولاول مره نتكلم عن مرض انا شايفه الحقيقه مش واخد وضعه يعني الثقافي عند الناس، رغم قيمته العلميه المهمه وانتشاره على فكره. هو مرض في منتهى الاهميه اسمه حمى البحر الابيض المتوسط، او فاميليال يعني عائلي ميديتيريان فيفر. وطبعا انتوا عارفين ميديتيريان يعني البحر الابيض المتوسط، وفاميليال عائليه، وفيفر يعني حمى، فهي حمى البحر الابيض المتوسط. المرض ده غريب جدا، هنتكلم عنه النهارده بالتفصيل. ولغز من الالغاز الطبيه المشهوره، واشهر مشهورين اصيبوا بها في ناس كتير. هو مرض انا بسميه مرض بيجي للمشاهير، والغريب انه مرتبط بالاذكياء. يعني كتير جدا من اللي انا شفتهم عندهم حمى البحر الابيض المتوسط فعلا اذكياء. اشهر مشهور اصيب بحمى البحر الابيض المتوسط، لدرجه ان احنا واحنا طلبه كانوا بيعرفوا لنا المرض، يقول لك هو ده مرض عمر خورشيد. انتوا عارفين عمر خورشيد؟ طبعا عمر خورشيد يعني احنا الجيل بتاعنا عاصر عمر خورشيد، هذا الشخص الرائع جدا اللي كان غير انه فنان متميز، هو كان انسان فعلا متميز جدا، وكان له مواقف الحقيقه لما تقرا السيره الذاتيه لعمر خورشيد هتلاقي له مواقف انسانيه مميزة جدا. عمر خورشيد في فترة من حياته عانى معاناة كبيرة جدا، يسخن وألم في البطن ويروح المستشفى ومش قادر يتحرك وبتاع والتاكس ويروح، لغاية لما اكتشفوا أنه مصاب بحمى البحر الأبيض المتوسط. في واحد شبهه، ممثل برضه نجم مهم جدا في الدراما العربية، وبرضه يعني له مقدرة في التمثيل متميزة للغاية، ممثل فعلا فنان بجد، هو باسل خياط، فنان السوري يعني طبعا سوريا غالية علينا كلنا. باسل خياط برضو نفس القصة، معاناة من آلام، ارتفاع درجة حرارة، آلام في البطن، آلام في المفاصل، مش عارفين هي ايه، وبعدين اكتشفوا انها حمى البحر الابيض المتوسط. هو مرض ليس خطير، خطير هنفهم بقى درجه التطور بتاعته ايه، هنفهم النهارده كل ما يتعلق بالمرض الذي سمي في الطب يعني في ابجدياتنا احنا لما كنا احنا في الكليه نقول مرض عمر خورشيد، مشهور جدا في الشرح زمان كنا دايما نعرفه بكده. ضيفي العزيز واحد من نجوم عالم الامراض الكبد والجهاز الهضمي النهارده، وواحد من الاسماء القديره في المجال ده، ضيف العزيز الاستاذ الدكتور هاني عبد الظاهر، استشاري امراض الكبد والجهاز الهضمي، عضو جمعية الاوروبيه لدراسات امراض الكبد الاي اي اس ال، وعضو جمعيه الامريكيه لدراسات وامراض الكبد، وصاحب ماجستير امراض البطن العامه والزماله المصريه في امراض الكبد والجهاز الهضمي. اهلا بك يا دكتور هاني. اهلا بحضرتك يا دكتور ايمن. لماذا اخترت هذا المرض؟ ما هي حمى البحر الابيض المتوسط؟ ولماذا اخترت ان تتحدث عن واحد من الامراض اللي كتير مننا بنجيب سيرتها واحنا بنتكلم، واحنا بنتكلم على اكيوت ابدومن، على مثلا الم البطن الحاد؟ طيب يعني اسمح لي بس في البدايه اشكر حضرتك طبعا على الاستضافه الكريمه دي. اشكرك، شكرا جزيلا. يعني يمكن حضرتك قلت في البدايه يعني يعني انا استفدت من حضرتك على فكره يعني برضو موضوع النجوم اللي اتذكروا، انا بصراحه ما كانش عندي فكره ان هو يمكن حضرتك اثناء حوارك قلت يعني برضو في بعض الناس بيجي لهم الام في البطن، حمى متكرره ويتنيهم يلفوا كتير، وطبعا تشخيصات كتيره، ويمكن حتى احنا بنشوف ناس بتعمل لهم عمليات استئصال زايده، استئصال مراره، بيدخلوا فعلا في جراحه، وطبعا بيتني الموضوع مستمر لحد ما في الاخر يتشخصوا ان هم طبعا اللي هو الاف ام اف، حمى البحر المتوسط. فيعني هي مش مساله انتشار او مش عدم انتشار، هي موجوده بس يمكن احنا ما بنفكرش فيها كتير. فطبعا يعني احنا برضو ايه يعني احنا برضو يمكن بنخلي الناس انها برضو تاخد بالها ان في حاجه اسمها كده. وطبعا هو طبعا اكيد زمايلنا الاطباء وبما فيهم طبعا انا اكيد بنحطها ضمن اللي هو ايه التشخيص بتاعنا، التفكير اللي احنا بنفكر فيه. يعني عرف لنا الاول ايه هو المرض ده وايه اسبابه، اذا كان هناك له اسباب بدأت تعرف، لأن أنا على معلوماتي أنه هذا المرض كان غامض. والله هو مرض وراثي، يعني هو ده مرض وراثي، ملوش علاقة لا بعدوى، ملوش علاقة بأكل أو شرب. يعني يمكن حتى بيجي لنا مثلا ناس مثلا لو تشخصوا بحاجة زي كده، طب ناكل إيه، نشرب إيه، يعني هو مرض وراثي موجود، بناخده عن طريق أو المريض بياخده عن طريق الأب أو الأم.
غالبا يعني له نظام معين كده في الوراثه، بيكون سواء الاب او الام حامل للمرض طبعا بيتوارث منهم يعني. وده طبعا يعتبر مرض وراثي مش مرض مناعي، ده حاجه وده حاجه. وده برده طبعا بيفرق معنا بعد كده في العلاج ان شاء الله. ايه اللي بيحصل فيه بقى؟ هو في تحور في جينات، يعني بيحصل جين معين موجود في ضمن الجينات الموجوده في الخليه بيتحور او بيحصل فيه ميوتيشن معين، فطبعا بيبدا يكون بروتينات معينه. المشكله بقى اللي هو بيسبب التهاب في الاغشيه بتاعه البطن. الاغشيه ديت موجوده طبعا في كل حاجه، في اغشيه بتبطن جدار البطن اللي هو الغشاء البريتوني، في غشاء بيبطن اللي هو الرئه، في غشاء بيبطن القلب، الاغشيه اللي هي بتبطن المفاصل. الأغشية دي كلها من ضمن الأعراض الكبيرة اللي هي بتحصل، اللي هو التهاب ذاتي أو التهاب حاد بيحصل في الأغشية دي، فبالتالي تبدأ بقى الأعراض تظهر. الأعراض بقى احكي لي بقى قصة الأعراض. طيب الاعراض، انا بس انا استاذ حضرتك في حاجه، انا عايز احيي بس يعني بطل من ابطال اللي بيقاوموا المرض دولت، يعني صديق الصغير مؤمن، يعني هو برضو احد الـ الاطفال اللي هم متشخصين بالمرض دولت قريب. وبصراحه يعني الاعراض بالنسبه لطفل صغير في سن 7 سنين مثلا بتبقى صعبه جدا يعني. الاعراض طبعا يعني هم طبعا يعني اكتر حاجه اللي هم الثلاث حاجات اللي هم الحمى، السخونيه، بتبقى في سخونيه شديده جدا، بتبقى في طبعا اللي هو الم حاد بالبطن، بتبقى في طبعا الم حاد في بقيه اللي هي الاغشيه اللي موجوده، ممكن تكون مثلا في الرئه، ممكن تكون ناحيه القلب، ممكن تكون في المفاصل. وطبعا اللي هو الاعراض الثانيه ممكن تظهر زي حكه في القطم او طفح جلد يعني. الاعراض ديت بتبقى في شكل نوبات، ممكن تستمر مثلا من يوم يومين ثلاثه وبتروح، يرجع المريض يعني سليم تماما ولا كان عنده حاجه. يرجع طبيعي خالص. وعشان كده احنا بعد كده ان شاء الله ما هكلم حضرتك في موضوع اللي هو الدايجنوزس، في موضوع التشخيص، ان التشخيص بتاعه من ضمن ان احنا بناخد تاريخ مرضي من المريض. يعني ممكن انسان بيجي لي اثناء ما عندوش حاجه، ما عندوش يعني نوبه حاده، ما خلاص انسان طبيعي جدا يعني، ما بيشكيش من اي حاجه ولا عنده اي اعراض موجوده يعني. ودي يمكن برضو من اللي هو الحاجات المميزه للمرض ده، ان هو نوبات. بتيجي نوبه مثلا معينه، نوبه شديده جدا، الم شديد جدا مع ارتفاع درجه الحراره. وطبعا الموضوع بيختلف من مريض لمريض، في بعض المرضى بيجي لهم الموضوع يعني مستمر يعني، او بالثلاث او اربع اعراض مثلا. وفي انواع برضو المريض، مرضى مثلا يجي لهم مثلا نوع واحد بس او عرض واحد بس موجود يعني، بس يسخن مثلا، بس يسخن او يجي له الم شديد مثلا في البطن، وده يمكن هو ده الاكثر يعني. وطبعا بعد ما تروح النوبه ديت ممكن تروح لوحدها، وممكن قبل العلاجات او حاجات زي كده مثلا. بعد كده ما بين النوبات انسان طبيعي تماما ولا كان عنده حاجه. ازاي نشخص الحاله دي؟ يمكن تشخيص المشكله بتاعه اللي هو حمى البحر المتوسط، تشخيصها انها ملهاش يعني ملهاش بروتوكول معين في التشخيص. يعني يمكن حتى يعني ايه من ضمن الـ 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 الامراض اللي احنا بنقول احنا بنشخصها باي اكسكلوجن، بالاستبعاد احنا نستبعد الاسباب الاخرى. ما احنا هنعيش بقى مع القصه دي. تمام. احنا بنستبعد الاسباب يعني زي ما قلت لحضرتك، يعني اعراضها الرئيسيه او اعراضها الكبيره الحراره العاليه، الام البطن، الام المفاصل. الاعراض دي مشتركه مع امراض كتير جدا. فطبعا لما بيجي لنا مريض مثلا بحاجه زي كده، احنا بنبدا نفكر في امراض معينه. فاحنا طبعا في تحاليل معينه بنبدا نعملها، اللي هي مثلا من ضمنها صوره الدم الكامله، ارتفاع اللي هي كرات الدم البيضاء، اللي هي معاملات الالتهاب بتبقى مرتفعه شويه. كلها حاجات برضو حاجات يعني غير خاصه بالمرض ده لوحده، مش سبيسيفيك للمرض ده لوحده. تمام. بس هي بتدلنا ان في يعني التهاب حاد موجود حاليا يعني. بس يمكن زي ما قلت لحضرتك التشخيص اساسا بالتاريخ المرضي. احنا بنقعد نتكلم مع المريض وبنشوف المرض بتاعه بدا من امتى وماشي ازاي، في النوبات زي ما قلت لحضرتك قبل كده، بيزيد امتى، بيروح امتى. الموضوع التاريخ المرضي والفحوصات اللي اتعملت قبل كده والعلاجات اللي خدها قبل كده. زي ما قلت لحضرتك احنا يمكن بيجي لنا ناس عاملين 3-4 عمليات استئصال زي ده، على استئصال مراره، على استكشاف بطن، وفي الاخر طبعا عمل الحاجات ديت كلها ومفيش حاجه يعني، رجع تاني برضو الالم مازال مستمر. فاحنا من التاريخ المرضي بنبدا نشك في الموضوع ده. طبعا في اللي هو الفحص الجيني، في بعض المعامل موجود دلوقتي فحص جيني، بس يمكن الفحص الجيني احنا ممكن بنسميه جود نيجاتيف او جود بوزيتيف. يعني هو الفحص ده لو ايجابي
خلاص يعني المريض ده كده متشخص. الفحص قد يكون سلبي، يطلع لنا النتيجه سلبي، بس كده مش معناها كده ان المريض ما عندوش الحمى. ما نقدرش نستبعد. ما نقدرش نستبعد يعني، بس ديت زي ما قلنا برضو ايه بتدينا ايه جود بوزيتيف، ان احنا ممكن نفكر فيها عن طريق لو طلع بوزيتيف يبقى اوكي. اوكي تمام. انما النيجاتيف برضو دي نسبه مهمه يعني، لان احيانا برضو في بعض المرضى بنلاقي الفحص ده سلبي فبنقول خلاص لا ما عندوش. فطبعا لا يعني زي ما قلنا هو حاجه مساعده انها مش حاجه رئيسيه في التشخيص. هل المضاعفات واردة في حمى البحر الأبيض المتوسط؟ هو يمكن مشكلة الحمى البحر المتوسط في الأعراض الشديدة اللي بتحصل. يعني زي ما قلت لحضرتك الألم الشديد، الحرارة العالية بتأثر في الحركة في المعيشة في الكلام ده. المضاعفات بتاعتها يمكن على زي ما قلت لحضرتك هو مشكلته اللي هو في الالتهابات، التهابات شديدة في الأغشية. طبعا تأثر في الأغشية بتاعة الغشاء البريتوني، تأثر في الغشاء بتاع القلب، التهابات المزمنة. بس يمكن أكتر حاجة اللي هو الأميلودوزس اسمه، اللي هو من ضمن الأمراض اللي ممكن يسببها الحمى البحر المتوسط. الأميلودوز باختصار برضو عشان ما نعقدش الامور عباره عن ترسيب دهون، ترسيب بروتينات. البروتينات ديت غير طبيعيه يعني، مش البروتينات اللي بتنتجها الخلايا الطبيعيه، بتترسب طبعا في بعض الاجهزه. مشكلتها اكتر بتبقى ناحيه الكبد، انها تترسب في الكبد، تترسب في الكلى، تترسب في القلب. طبعا ترسب بروتينات بالشكل ده بتعمل مشاكل في الوظائف. فطبعا على المدى البعيد بمرور السنين للاسف بتعمل خمول او بتعمل كسل في وظائف الكبد. طبعا بتأثر على الوظيفة، بترسب أشياء غير طبيعية في مكان غير طبيعي. تمام. فبيعمل التهاب وبيعمل تأثر في القدرة. بس بص لها القلب ما بينقبضش كويس. تمام. الكبد ما بيأديش وظيفته كويس، صح كده؟ تمام. ما للاسف يعني الترسيب ده بيبقى منتشر في كافه اعضاء الجسم، حتى ممكن يوصل للمخ للاعصاب. بيبقى موضوع الاميلودوز موضوع منتشر. فدي من ضمن اشهر المضاعفات اللي موجوده بالنسبه لل يبدا الاميلودوزس ده بسبب حمى البحر الابيض المتوسط. احد اسبابه. احد أسبابه. يعني احنا الاميلودوزس طبعا له تحليل معين برضه بيتعمل. بس برضه زي ما قلنا الاميلودوز له اسباب ثانيه، بس هو زي ما قلت لحضرتك ممكن دلوقتي برضه من ضمن اسبابه الرئيسيه اللي هي الحمى البحر المتوسط. هو الاميلودوز اللي ما اعرفلوش ترجمه بالعربي تقريبا اسمه التشمع. اسمه الداء النشائي. الداء النشائي ده يترسب ماده كانها نشا. تمام. حوالين القلب، حوالين الكبد، حوالين الكلى، او في الكلى في النسيج بتاعها، فيؤدي الى انه النسيج دي كلها كل الانسجه ما تشتغلش كويس، يحصل قصور في وظائفه طبعا. طب ازاي بقى نبدا نعالج الفاميليال ميتيترينا، وايه الاكثر الاخطاء شيوعا في التعامل مع الحاله دي؟ هو اول حاجه زي ما قلت لحضرتك اهم حاجه التشخيص، ان احنا يعني بنوصل لتشخيص نهائي، ان احنا بنستبعد كل الامراض الثانيه او معظم الامراض اللي هي الكومن في المجتمع بتاعنا. برضو التحاليل او الفحوصات اللازمه اللي احنا بنعملها. بعد كده يمكن يعني سايكيك سبورت، يعني المساعده النفسيه سواء للمريض او لاهل المريض، وان احنا ازاي نفهم المريض اللي قدامنا هو يعني حمى البحر المتوسط مرض مزمن. لو تم تشخيص وخلاص اعتمدنا ان هو ده حمى بحر متوسط، المريض بيتنيه مكمل علاج لفترات طويله يعني تقريبا لطول عمره يعني. الفكره ان احنا بنحاول نوصل للمريض كده ان احنا ده مرض مستمر، مش هناخد مثلا علاج يوم او يومين او اسبوع او اسبوعين وخلاص الموضوع انتهى. فاحنا بنأهل المريض لايه؟ الموضوع ده. احنا طبعا ده اول حاجه. تاني حاجه بقى بنبدا نفكر في موضوع الادويه. طبعا المشكله الحمى زي ما قلت لحضرتك انها بتيجي في نوبات شديده جدا من الالم، من السخونيه، التهاب المفاصل. طبعا في اثناء النوبه ديت احنا بنحاول ندي المريض طبعا مسكنات شديده، بنحاول ندي له حاجات تنزل الحراره شويه، بنحاول ندي يعني حاجات سيمتوماتيك اللي هي تقلل الاعراض الموجوده شويه. طبعا ما بين كده احنا عندنا اللي هو العلاج الاساسي اللي هو موجود اساسا دلوقتي اللي هو كولشيسين. كولشيسين ده هو العلاج الاساسي. بيستخدموه في التشخيص ده احيانا يعني، انا بدي المريض كولشيسين لو اتحسن يبقى هو في هي صح الحمى. في بعض الحالات احنا سيرابيوتيك دياجنوستيك. تمام كده. في بعض الحالات احنا بنعمل كده يعني، احنا بنعمل تجربه إيه لو اتحسن فعلا بنعمل كده بدون ما ندخل في ايه في سكه اللي هو اللي هي التحاليل الغاليه شويه دي. فانما الكولشيسين احنا بناخده هو ده بيبقى علاجنا الاساسي. طبعا الكولشيسين له كميات او جرعات معينه، نظام معين احنا بنمشي عليه. الفكره بس ان المريض زي ما قلنا ان هو بنعرفه او بنقنعه ان الكولشيسين علاج مستمر،
تمام بيزيد او علاج لطيف يعني مش لا هو مش 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 علاج ما فيش منه مشكله بس مفيش منه مشاكل محتاج متابعه زي اي مريض بياخد مثلا علاج ضغط او سكر او قلب بالزبط. لازم كل فتره مثلا بيعمل تحاليل فحوصات اللي هي الدوريه وظايف الكبد الكلى بس كايه كطمئنان هو يعني دواء لطيف يعني دواء ما فيش منه قلق لا ما فيش مشكله يمكن حتى اثناء الحمل في سيدات حوامل بياخدوه برده ما فيش منه مشكله خالص في بعد كده برده احيانا بعض المرضى ما بيستجيبوش للكولشيسين بنبدا بقى ندخل تاني في ادويه بيولوجيه ادويه حيويه في يعني بروتوكولات تانية بتتاخد اكتر لو ما فيش استجابه للكولشيسين ايه اكتر اخطاء شيوعا في التعامل مع حمى البحر الابيض المتوسط في الاسلوب العلاجي انت انا بشوف مرضى بيعملوا حركات غريبه والله وطبعا اعتقادات هو على فكره عشان هي بتيجي في اتاك في حاجه شائعه بين الناس ان ده مس جن احيانا في دماغنا الواد بيسخن وبيرتعش وبتاع لا لا ده الواد محسود وفي معمول له عمل انا بكلمك جد صح فعلا انا سمعت كده فعلا ما هو زي ما حكى ان هو المريض اثناء النوبه اللي موجوده الم فظيع سخونيه فظيعه مجرد ساعه النوبه ديت بتروح طبيعي تماما ولا كان عنده حاجه ففعلا في اعتقاد لا وشوف الكوميديا بقى ان انت تاخد الواد ده بسخونيته بالمه ده تروح لواحد من الدجالين هيخف وهيخف وهو يخف لوحده هيخف لوحده اصلا دي المشكله ان هو يخف الكوميديا بقى دخلنا بيه الواد سخن وبيالم والواد ما بيكدبش ما فيش حد يجي لطفل عنده 7 8 سنين 10 سنين ويديله فلوس رشوه عشان يمثل ما حد يعني يطلع من الشيخ طالع من الناحيه الثانيه بعد ساعه ما فيش حاجه ما دي من المشكله بس هتيجي تاني ففعلا لا احنا بنشوف كتير اخطاء حاجات زي كده لاعتقاد الناس مش مقتنعين في بعض الناس على فكره برضو للاسف يعني بيخافوا من الدواء يعني كولشيسين يقولوا لا احنا مش هناخد كولشيسين سمعنا عنه مثلا ان هو له اضرار كذا او مش مستحب في كذا يقوموا لا موقفين العلاج في بعض الناس مجرد ان هم بيعتمدوا بس على المسكنات وخلاص في بعض الناس المتابعه في بعض الناس مثلا بتستسلم للموضوع خلاص انا عندي مثلا المرض بيجي لي مثلا يوم او يومين في الشهر او في الاسبوع بستحمله وخلاص بس هي الفكره المضاعفات اللي قلت حضرتك عليها زي الاميلودوز الزياد على المدى البعيد الخوف على المدى البعيد فلازم المتابعه ولازم العلاج بدون اهمال يعني بدون اهمال لكن برضو عايز جمل بقى ختاميه في شرح حمى البحر الابيض المتوسط اولا الرساله الاولى عايزك تبعتها للناس اللي بيجي لهم سخونيه او بيجي لهم اعراض لازم يتنبهوا ليه ده اول تلغراف السخونية يمكن ممكن نقول عليها عرض وليست مرض يعني في ناس تقول أنا عندي حمى أو عندي سخونية قرصين من اللي هي الباراسيتامول وخلاص خلص الموضوع لا السخونية احنا ممكن نعتبرها زي انذار ان احنا لازم نشوف السخونية دي سببها ايه هل مثلا في حاجة السخونية ممكن تحصل على فكرة لأسباب بسيطة جدا وممكن طبعا تكون انذار على حاجة كبيرة جدا الفكرة كلها في التكرار السخونية اللي ممكن توصل مثلا لدرجة 40 زي اللي ممكن تحصل أثناء اللي هي الحمى البحر المتوسط لا دي ما ينفعش ان احنا نسيبها وخصوصا لو اتكررت مرة مرتين ثلاثة لا احنا نبدأ ندور فدي برضو الاستمرار او تكرار العرض ده احنا لازم نبدا ندور عليه التلغراف اخر لاولئك الذين فعلا يعرفوا ان هم عندهم هذا المرض ولا يتابعوا بياخد بقى العلاج من دماغه وهو وماشي مع نفسه مشكله كبيره زي ما قلت لحضرتك للاسف يعني الموضوع محتاج متابعه عشان المضاعفات يعني زي ما قلنا هو العلاج يمكن الحمد لله ما بيعملش مشاكل كبيره بس كاي علاج لازم طبعا متابعه مستمره عشان نظبط الجرعات عشان برضو نتابع وظائف الكبد وظائف الكلى دي كلها لازم متابعه وبرضو متابعه المضاعفات لا بحيث لو لقينا او حصل اي مضاعفات مثلا تاثير بقى اللي هو الاميلودوز مثلا او التاثيرات الثانيه لا قدر قصور في الكلى او قصور في اي حاجه زي كده ثانيه بتبدا تبقى معنا في التحليل نبدا نتعامل معاها في الاول بدل ما نستنى سنين طويله ونلاقي المشكله ايه كبرت نورت واسعدت جدا بقبولك دعوتنا وباختيارك للموضوع مهم جدا وللأسف لا أحد يدري به إلا متأخرا كثير من الحالات هتستفيد جدا من حلقة بتاعت النهاردة إنها تفهم إن ابنها أو بنتها عندهم حمى البحر الأبيض المتوسط ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور هاني عبد الظاهر استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي عضو الجمعية الأوروبية لدراسات أمراض الكبد والجمعية الأمريكية لدراسات أمراض الكبد ماجستير أمراض البطنة العامة وصاحب الزمالة المصرية في أمراض الكبد وجهاز الهضم نورت الناس شكرا جدا شكرا خلي بالكم بقى من هذا المرض شرحناه لكم بالتفصيل ما تنسوش انه مرض موجود ومش بالندره اللي الناس كانت فاهماها لا ده موجود ومنتشر المشكله انه ممكن يلخبط معايا في امراض ويلخبط معايا لدرجه انه دخل عيان لانه داخل عنده بطنه بتوجعه قوي فدخل عيان بدون الكشف الجيد وبدون الدراسه والفهم كويس افتكره انه زايده فافتح له بطنه واعمل له زايده
ويطلع في الاخر هو حمى البحر الابيض المتوسط. مقلب جامد في اي دكتور ما كانش منتبه لتشخيص حمى البحر الابيض المتوسط. خليكوا دايما مع ناس حلوه.